حقق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا فوزا كبيرا على النادي الأهلي ممثل أفريقيا بأربعة أهداف لهدف واحد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. الأهلي لعب ماتش حلو قوي، بالنسبة طبعا انه بيلعب ريال مدريد ده بطل أوروبا، يعني مش فرقة ضعيفة يعني، بس هو الشوط الثاني بدنيا وقع لأن هو خلاص يعني بذلوا مجهود رهيب في الشوط الأولاني. التغييرات كان فيها بعض الأخطاء ما عجبتنيش، يعني من نزول طاهر لأن كان الشحات كان عالي في الشوط الاولاني وكان يقدر يكمل، كان عامل لهم قلق جامد جدا في الناحيه اليمين ما كانش مريحهم. انا فخوره يعني بالاهلاويه بجد، وان شاء الله ان شاء الله هناخد المركز الثالث باذن الله. الاداء كان بتاع الاهلي مشرف لحد ما، بس خروج الشحات طبعا اثر جامد، ونزول كهربا لو كان نزل من بدري كان شكلنا هيبقى احسن شويه. لو كان ماتش خلص 2-1 يعني كان فعلا هيبقى احسن كتير، اخر جونين دول ما كانش لهم اي لازمه يعني. بس عموما يعني الأهلي قدم ماتش حلو يعني. النادي الأهلي قدم أداء مميزا خلال شوطي المباراة وكان ندا قويا للفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا. أنا زملكاوي بس الماتش النهاردة الأهلي لعب بروح قتالية، فريق كبير الأهلي فعلا مشرف مصر برغم الخسارة، بس خسارة مشرفة، الأهلي فريق متكامل. لو كان كرة قفشة دخلت كان يبقى تعادل وكان هيتغير الماتش، ونحمد ربنا وإن شاء الله هناخد التالت زي كل مرة. كنا نفسنا نكسب بس يعني الحمد لله الأهلي عمل بطولة حلوة يعني. هارد لك للنادي الأهلي وكان بيلعب قصاد فريق كبير، والشوط الأول كان أحسن من الشوط الثاني. واستغل ريال مدريد أخطاء دفاع الأهلي في حسم المباراة لصالحه، في حين لم يحسن لاعب القلعة الحمراء استغلال الفرص التي سنحت لهم أثناء اللقاء. أداء قوي قدمه النادي الأهلي ممثل أفريقيا أمام ريال مدريد بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية خلال شوط المباراة الأول. كل التوفيق للمارد الأحمر في المباراة القادمة وحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه. علي فتحي، النيل.